السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بتقدم لكم وصفة للتخلص من الشعر الغير المرغوب فيه من الوجه. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من البشره عندهم حساسه، ما يجربوش هذه الوصفه هذه ويتجنبوا ويستعملوها من الاحسن، حيت بحال هذه الوصفات ديال التخلص من الشعر كتكون مجهده شويه، بحيث ملي غادي تبغي تسولي الشعر بهذا الخليط ديال هذه الوصفه ديال اليوم غادي تحسوا بواحد الوخز في البشره ديالتكم، وغادي تولي البشره ديالتك اختي اللون ديال تولي فيها احمرار بزاف ملي غادي تستعملي هذه الوصفه هذه. لذا من الاحسن اخواتي البشره ديالتهم حساسه من النوع الحساس ما يجربوش بحال هاد الوصفات هادو. المهم اخواتي هاد الوصفه هي مزيانه بزاف والنتائج ديالها رائعه ومضمونه 100%. بالنسبه للمكونات اللي غادي تحتاجي اختي في هاد الوصفه، مكونات بسيطه بزاف، غادي نحتاجو دقيق النشا او مايزينا اختي، دقيق نشا اللي كنحضروا به الحلويات هو الشكل ديالو اختي. وغادي نحتاجو في المكون الثاني بياض بيضه وحده، ما غاديش نحتاجو البيضه كامله في هذه الوصفه، غادي نحتاجو غير بياض بيضه وحده. بالنسبه لطريقه التحضير، في اناء اختي غادي تخلطي جوج معالق من هاد النشا مع بياض بيضه وحده كما قلت لك، تخلطيهم مزيان حتى توصلي اختي على واحد الكريم، ممكن تفرديه على البشره ديالتك، كريم ماشي عاقد وماشي سائل. المهم اختي هاد المكونات غادي تخلطيهم مزيان حتى توصلي على خليط كريمي. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تفردي اختي هاد الكريم هذا على بشره الوجه ديالك مع الابتعاد على محيط العينين، بعدي على المحيط ديال العينين، غادي تركزي اختي غير على المناطق في الوجه ديالك اللي عندك فيهم الشعر. هاد الوصفه اختي ملي غادي تطبقيها على بشره الوجه ديالك غادي تخليها حتى تجف، ومن بعد اختي غادي تاخدي واحد الطرف من الثوب يكون رطب وناعم، غادي تفركي بها الوجه ديالك من الوصفه باش تزولي اختي هذه الوصفه هذه حتى تحيد بالكامل. وملي تكوني كتحيدي في هذه الوصفه هذه بهذه القطعه ديال القماش، غادي تحسي بواحد الوخز وواحد القريص. هذا الوخز ماشي مشكل، يعني راه الشعر سير كيتحيد من الجذور ديالو. وملي غادي تغسلي اختي وجهك غادي تلاحظي على بشره الوجه ديالك احمرار، ماشي مشكل، هادشي طبيعي. بعد اختي يمكن ليك تديري بعض من قطع ثلج تمرريها على بشره الوجه ديالك باش تخففي شويه من هاد الاحمرار. من بعد اختي ما تخافيش ملي تدوز بعض الساعات وبعض الوقت غادي يزول هاد الاحمرار هذا على بشره الوجه ديالك. هاد الوصفه اختي غادي تخليك البشره ديالتك ناعمه وبيضاء بزاف، وغادي تلاحظي باللي هاد الوصفه هذه غادي تحيد لك الشعر من الوجه ديالك بالكامل، هذاك الشعر الغير مرغوب فيه اللي كيكون في الوجه ديالك غادي يبان لك اختي حيد بشكل نهائي. الا بقيتي مداومه اختي على هاد الوصفه هذه بشكل نهائي غادي يحيد لك هاد الشعر الزائد من على الوجه ديالك. هاد الوصفه اختي غادي تخلي لك بشره الوجه ديالك بيضه بزاف، هاد الوصفه ناجحه ومضمونه 100%، ما عليك اختي غير تجربيها. وبالنسبه للاخوات اللي عندهم بشره حساسه ما يستعملوش هاد الوصفه هذه، عارفين باللي عندهم بشره ديالتهم حساسه وحساسه بزاف، من الاحسن ما يستعملوش هاد الوصفه هذه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الشعر بزاف يستعملوا هذه الوصفه هذه غير مره في الاسبوع، وبالنسبه للاخوات اللي عندهم الشعر خفيف هذه الوصفه هذه يستعملوها مره في 15 يوم، وغادي يلاحظوا باللي بدا الشعر كيتحيد من الوجه ديالهم والشعر كيحيد من الجذور ديالو، داكشي علاش كتحسوا بهذاك القريص. يعني اختي ما تخوفيش من هذه الوصفه هذه، وغادي تلاحظي واحد الاحمرار من بعد ما غادي تستعملي هذه الوصفه. مهم اختي ملي تفرغي من استعمال الوصفه غادي تدهني البشره ديالتك بكريم مرطب، دهني يا اختي باش تهدئي البشره، وبتاكيد اخواتي غادي تعجبكم هذه النتيجه هذه بزاف. من بعد اختي ما غادي تجربي هذه الوصفه هذه، وكاين بعض الاخوات اللي نجحات معاهم هذه الوصفه هذه، وكاين بعض الاخوات ما نجحاتش معاهم. الوصفه الطبيعيه ديما بحال هكا كتنجح مع اخوات، واخوات اخرين ما كتنجحش معاهم، وان راه هذه الوصفه ناجحه 100% لازاله الشعر من الوجه، غير خاصك اختي واحد شويه ديال الصبر ملي تبداو تستعملوا في هذه الوصفه هذه. المهم اختي ملي تكوني كتطبقي في هذه الوصفه غادي تبعدي على محيط العينين، غادي تركزي غير على المناطق اللي عندك فيهم الصغب. كنتمنى منكم اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه ديال بياض البيض باش تخلصوا من الشعر الغير المرغوب فيه من الوجه.
كنتمنى منكم تشاركوا النتائج مع الاخوات اللي محتاجين هذه الوصفه هذه، ولا عجبتكم هذه الوصفه ديال اليوم كنتمنى منكم تشاركوا معايا في القناه ديالي وصفات امينه. كنتمنى منكم تدعموني بلايك وتشجعوني وتشاركوا وصفاتي في قنوات التواصل الاجتماعي مع الاهل والاصدقاء وباش تعم الفائده. والى حلقه اخرى والى اللقاء.